الذي دعا لهذه القمة قمة القاهرة للسلام وحظيت باستجابة دولية واستجابة إقليمية. نتحدث عن 34 دولة من دول العالم مشاركة بالإضافة إلى 3 منظمات دولية. كما نتابع في هذه الصورة التذكارية وقوف واصطفاف القادة والزعماء، يتوسطهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبجواره ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأيضا العاهل الأردني، وبجواره الرئيس محمود عباس أبو مازن صاحب القضية الفلسطينية الرئيس الفلسطيني، وجنبه وبجواره أيضا محمد المنيفي وعدد من قيادات وزعماء دول المنطقة.